أخو حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ علي حبيبي وإن شاء الله ربو يكون خفيفين الظل على المشاهدين حبيبي. لا سأخضر اليوم أمجد. أي مو تعرف بعد الشرطة خذ الدوري فلازم أجي أخضر. حلو مستعد للشرطة؟ أكيد. راح تحتفل وياهم الظاهر. والله إن شاء الله خير الله. لحد الآن الدم أخضر؟ وتعرف يعني الساك وبعض الجماعة وبعض ناس يقولون بنا وامجد ويد على مود الفلوس، أنا الله شاهد يعني لا قصة فلوس ولا قصة أي شغلة، فأنا فحبهم يعني من زمان يعني كنا أنا ووالدي الله يرحمه يرحم والديك نروح نحضر يعني لعبات هواي بالرمادي من كانوا يروحون الموصل يعني هواي نروح لعبات، فهذا مع احترامات لكل الفرق اللي مثلتها الزوراء أكيد هم الزوراء هم نادي كبير وإله قاعدة جماهيرية، لكن حب للشرطة من والدي يعني البيت العائلة يعني كلها شرطاوي. يعني أنت مشجع شرطاوي قبل أن تكون لاعب؟ قبل ما أكون إيه قبل، حتى عندي صوري يعني أتذكر ويا كابتن هاشم رضا وجيل التحيات يعني كنا صغار وملعب الشعب. حلو. إي والله. اليوم جاي لابس أخضر تريد تحتفل بالدوري؟ أكيد أكيد أكيد، هو مبروكين وألف مبروك ويستاهلون، تعرف لأنه الإدارة تشتغل صحيح والتخطط بشكل صحيح توصل لهذا المستوى. فمبروكين للجمهور اللاعبين الكادر. راح نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، لكن بالبداية أبدأ بالمتابعات الكابتن